وبالعودة مشاهدينا إلى خبر زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمدينة العلمين الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات. نتابع هذا الخبر تحليليا مع الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي الذي ينضم إلينا هاتفيا. أستاذ كريم، يعني هذه الزيارة وما واجه به رئيس الوزراء ينذر بأن مدينة العلمين الجديدة ستكون مكتملة مع حلول فصل الصيف القادم، ما الذي ستضيفه اقتصاديا على يعني المستوى الاقتصادي ليس فقط في فصل الصيف ولكن على مدار العام أيضا؟ يعني طبعا ما نقدرش ننكر ان اضافه كبيره طبعا تمثلها المدن الجديده بصفه عامه وخاصه المدن الساحليه. طبعا يعني استراتيجيه الدوله المصريه هي استراتيجيه بناءه والخروج من الوادي الضيق، يعني منذ الاف السنين ومن اكثر من 7000 سنه، وطبعا والشعب المصري كله يعني منحصر في وادي النيل الضيق الوادي والدلتا، وبالتالي احنا شفنا ان في توسع كبير نحو الصحراء وبناء مدن جديده. طبعا تاتي اهميه العالمين ان احدى المدن الساحليه اللي يمكن يكون لها اكثر من نشاط اقتصادي مثمر وبناء فيها زي النشاط السياحي وايضا النشاط الخدمي وايضا يعني فيها منطقه سكنيه ومجموعه من الجامعات وهي جامعات دوليه. وهنا احنا برضو نتحدث عن مدى اهميه دخول جامعات دوليه بالحجم اللي موجود في العلمين الجديده، في مجموعه من الجامعات يعني بيتم انشائها وفي مجموعه من الجامعات اشتغلت بالفعل وفي ايضا يعني اتفاقيات لتنفيذ عدد اخر من الجامعات الدوليه اللي بتدي نوع من انواع التخصصات النادره او تخصصات فنيه كنا وهندسيه وتكنولوجيه مرتفعه احنا كنا محتاجينها في بناء الدوله المصريه، تخصصات لم تكن موجوده من قبل، وكان حتى ابنائنا من المصريين اللي كانوا عايزين يدرسوا هذا النوع من التخصصات كانوا يعني بيسافروا الى الخارج في بعثات تعليميه. ولكن طبعا احنا نقدر نقول ان المدن الجديده يعني ذات طبيعه خاصه، ذات مواصفات خاصه، بنقول عليها مدن ذكيه، مدن الجيل الرابع، ومدن ذكيه معناها ان مدن ما فيهاش تلوث ما فيهاش ضوضاء، كمان حتى كان يعني كان يؤخذ على المنطقة اللي تم بناء فيها مدينة العلمين أو يعني امتداد الساحل الشمالي إنها كانت منطقة ترفيهية فقط أو لفترة الصيف فقط لا غير، في حين كانت بتعتبر خلال فترة باقي أعوام السنة باقي شهور السنة وباقي الفترات الأخرى وكانت بتبقى منطقة شبه يعني مهجورة بتبقى فاضية بشكل كامل. وبالتالي طبعا ده كان نقول عليها دي ظاهرة غير جيدة وظاهرة سلبية، ولكن العلمين دي هتكون مدينة سكنية يعني هتبقى مثلها مثل اسكندرية، فيها يعني نشاط اقتصادي طول العام، فيها ناس تعيش وتتعايش وتعليم ودراسة ووظائف وفرص عمل لأبناء ابناء الشعب المصري طول العام، وبالتالي ده طبعا هيقلل الضغط على باقي المحافظات المجاوره والقريبه من العلمين والقريبه من اسكندريه. العامل الجوي يعني الطقس في هذه المنطقه في رايك سيكون عائق، خاصه وان رئيس الوزراء يواجه ايضا بالاستعداد والجاهزيه الكامله للبنيه التحتيه، ليس فقط الاماكن الترفيهيه التي تصل الى مساحات ضخمه، اماكن الترفيه والخدمات تصل الى مساحه 5000 فدان، لكن عامل الطقس والامطار ايضا يؤخذ في الاعتبار. عامل الطقس في رايك ممكن ان يكون عائقا؟ لا طبعا يعني عامل الطقس ليس عائقا ولكن تعتبر احدى المزايا طبعا، لان طبعا الساحل الشمالي من اللي بتمتاز ان الجو فيه بيكون معتدل جدا في الصيف، ويمكن يعني حتى لو في امطار موجوده في فصل الشتاء فدي اصبحت يعني نقدر نقول عليها اصبحت سمه الدوله المصريه، اصبحت الامطار موجوده لدينا في الشتاء والسيول موجوده حتى في محافظات محافظات الوجه القبلي والمحافظات الموجوده على البحر الاحمر. وبالتالي طبعا احنا لما نيجي برضه زي ما قلت هي مدينه جديده يعني بيتم تلاشي كل العيوب اللي موجوده في المدن القديمه، يعني هيكون اكيد وبالفعل نتيجه الانفاق الضخم والاساليب الحديثه اللي استخدمت في العالمين الجديده ان لازم يكون فيها بنيه تحتيه تستوعب وتتعامل مع الامطار الغزيره اللي ممكن تحدث في فترات يعني فترات عده طول السنه. وبالتالي طبعا يعني ان ما هو صعب او ما هو يعني يمكن كان عائق امام الانسان نقدر نقول ان التكنولوجيا والتقدم الان اصبح يعني يطوعوا لخدمه المواطنين وخدمه المجتمع. أشكرك جزيلا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي.